مساء الخير عليكم مشاهدينا، وكل سنة وانتم طيبين. ضيفنا وضيفكم النهاردة صاحب تجربة نجاح وكفاح مش عادية، هي بتتميز بالإرادة والعزيمة اللي من حديد. هو كمان واحد من أهم رجال صناعة الحديد في مصر بكل تأكيد. احنا معانا النهاردة الأستاذ جمال الجرحي، أهلا بيك وكل سنة وانت طيب. أهلا بيك يا فندم وكل سنة وحياتك طيبة والمشاهدين طيبين. خليني أعرف مشاهدينا ب قصة نجاحك والكفاح اللي كان فيه عزيمة وصبر وإرادة من حديد من خلال التقرير التالي. هو بحق أحد أبرز صناع الحديد والصلب في مصر، سليل أسرة احترفت تجارة الحديد أبا عن جد. إنه رجل الأعمال جمال الجرحي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجرحي للصلب، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. بدايات الجرحي كانت تشير بقوة إليه أنه الرجل عصامي من الطراز الأول. منذ ترأسه شركة السويس للصلب وتأسيسه عدة شركات أمريكية وذات صلة تأسيسية، مصنع الدارفلة الثاني لإنتاج حديد التسليح بالسويس لسد العجز في الطلب المحلي من الحديد بأسعار رمزية، حيث قامت الشركة بإنتاج خط الدارفلة لتوفير أسلاك الحديد التي تستخدم في صناعات عديدة، الأسلاك والكابلات والمسامير، وكانت بمثابة أكبر استثمار أجنبي مصري في الصناعات الثقيلة بعد الثورة. تمكن الجرحي من لفت الأنظار إليه بعد اقتناصه صفقة الاستحواذ على الشركة الحكومية شركة السويس للصلب، والتي كانت قد طرحت للبيع لسداد ديون الشركة لصالح بنك القاهرة في ظل منافسة كبيرة مع 27 مستثمرا من مختلف دول العالم. لعب الجرحي عقب ثورة يناير 2011 دوراً بالغ الأهمية في دفع استقرار صناعة الحديد والصلب، الأمر الذي أهله بجدارة أن يمثل منتجي الحديد في مصر بانتخابه رئيساً لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. يرى الجرحي أن رجال الأعمال الذين أحبوا مصر وأعطوها مثلما أعطتهم ستكون أفضل بلد في العالم. أدوار الرجال الوطنية تكاد لا تنتهي، ولعل آخرها كانت مبادرة تعالوا نبني مصر من تاني، وهي المبادرة التي لاقت استجابة واسعة في صفوف رجال الأعمال المصريين. جمال الجرحي وبدون تكليف، الشاب الصغير كان بيحلم انه في يوم من الايام هيكون واحد من اهم رجال صناعة الحديد في مصر، ده كان حلم بالنسبة لك، نجحت ان انت تحققه ازاي؟ بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. اولا انا ابتديت تاجر صغير سنة 79 واستمرت في التجارة. التاجر الصغير ده كان رأس ماله كام؟ 4100 جنيه. ازاي بدأت؟ بدأت فتحت مخزن في شارع زغلول في الهرم، واشتغلت كنت بشتغل تجارة قطاعي، وبعد حوالي 5-6 سنين اشتغلت موزع الحديد، كنت بشتري من المستوردين على طول، ما كانش في مصانع التوقيت ده إلا الدلتا والأهلية، وكانوا بيشتغلوا من خلال مكتب الإسمنت. أدواتك للنجاح كانت إيه؟ يعني ال 4200 جنيه اللي بدأت بيهم، مش عايزة أقول إحنا في نقلات مختلفة، خلينا نقول الأول ال 4200 جنيه كانوا وقتها بالنسبة لك استثمار، و100؟ طيب 100 كانت تفرق؟ لا في التوقيت ده كانت تفرق، الفلوس كانت لها قيمة جامدة جدا. وزي ما انت قلتي هي الاراده والعزيمه هي يعني عملت بالانس مع راس المال القليل. فالحقيقه انا اشتغلت، والله انا حطيت قدامي حاجتين، الصدق والامانه اللي قال عليهم الرسول عليه الصلاه والسلام. فكل وقت كان بيعد عليا وانا تاجر كنت بكسب بيه ارضيه ما بين الناس اللي بتشتغل في قطاع الحديد، ده عمل لي رأس مال جامد جدا، يعني لأن اللي موثوق فيه في سوق الحديد كل رأس أغلبية رأس المال العام اللي عنده بتبقى متداولة من خلال ثقة الناس اللي بتدي له حديد. تمام. وخاصة الحديد بيبقى أسعاره سلعة ثمنها كبير يعني. فاشتغلت
كونت ثقة، كونت منظومة عمل ومنظومة أفراد من التجار اللي كنت بتعامل معهم. كان في سيريال ما بينه وبينهم وبين المستوردين اللي بشتري منهم البضاعة. مع الوقت نجحت، وبعدين بقت أنا مستورد، بعد لما كنت باخد من المستوردين بقت أنا اللي بستورد الحديد. دي المحطة الثانية. بدون مقدمات فجأة لقينا مستثمر مصري بيتاجر في الحديد، صحيح انه معروف في المجال، لكن بيدخل مناقصة فيها شركات عالمية وعربية ومصرية، والدولة فيها من اهم شروطها ان عايزة خبرة اجنبية. تدخل وتاخد المناقصة كده بكل سهولة، ده كان يعني حلم اتحقق على ارض الواقع، ولا ده فتح عليك النيران وقلت ايه اللي دخلني عش الدبابير؟ هو مش بسهولة. اولا خلينا اتفق ان انا كان عندي مصنع حديد مصر الوطنية الصلب، وبعدين اشتريت مصنع تاني اللي هو المصرية للصلب العبور، كان آل عطية سابقا. فاصبح انا محتاج لمصنع بلد عشان اخد منه الخامة اللي شغل بيها المصنعين. فكان دخول السوق الصلب كان احتياج، وكان من ضمن منظومة العمل او ترتيب منظومة العمل. دخلت المناقصة كان فيها 26 شركة اجنبية، وانا الشركة المصرية الوحيدة اللي كانت موجودة في الممارسة. هي الجرأة جات لك ازاي انك تدخل مناقصة هيتم الاعلان فيها عن انه مصري عنده 1,200,000,000 داخل بيهم يشتري شركة عالمية كمان؟ يعني بالنسبة للمشاهد، بالنسبة للدولة، للجهات اللي موجودة فيها، ده انت فتحت النار على نفسك. كنت حاسس انك بتعمل ده، ولا كنت لسه مش فاهم انك انت دخلت مرحلة تانية؟ لا الحقيقة ابدا، هي كانت تكملة منظومة العمل زي ما قلت لحضرتك، وان انا اكمل طموحي في ان انا اكون ناجح في عملي، ان المنظومة تكون متكاملة. عندي درفلة، عندي صهر. طبيعي لو انا عندي درفلة وما عنديش صهر، ممكن لأي ظروف يقف الاستيراد البلد، ممكن استورد البلد يتأخر. فكان لازم يبقى عندي منظومة تقدر تكمل منظومة اللي انا نجحت فيها، اللي هي منظومة الدرفلة. بفضل من ربنا سبحانه وتعالى كنت مرتب نفسي كويس جدا، كنت عارف ايه الفلوس اللي معايا، احتياجاتي. عملت قرض من البنك قبل ما ادخل السوق الصلب، وشرحت لهم الموقف بشكل متكامل الموقفي وانا عايز ايه. والحقيقه هم تفهموا الموقف ووافقوا على القرض قبل ما اخش الممارسه. فكانت العمليه مترتبه بشكل علمي، بشكل منظم، بشكل مرتب. أدرت مناقصة زي دي ازاي؟ يعني كواليس عملية الاستحواذ أو شراء الشركة؟ العملية كانت منظمة، كان ساعتها يعني جبت مكتب عالمي يدير معاك المناقصة ويقدم معاك كراسة الشغل؟ لا، أنا درست، عملت الدراسات المتكاملة قبل ما اشتري المصنع، وعرفت أنا أحط إيه في السعر وممكن أزايد لحد كام. ده اللي درسته دراسة جيدة قبل ما أدخل. لما دخلت الممارسه كان المفروض احنا متقدمين 26 شركه، كان المفروض ان هو اول 3 شركات هم اللي هيمارسوا بعض في اعلى 3 اسعار بعد فتح المظاريف وبعد النجاح بالنسبه للعرض الفني. اول 3 شركات هم اللي هيمارسوا بعض في المزايده. طلبت ساعتها انا من السيد رئيس الوزراء ان الثلاثه دول يبقوا 5 لصالح الممارسه وصرح الشركات. الحقيقة السيد رئيس الوزراء وافق، شرط ان كل طلبت شرط ان كل الناس اللي موجودين في الممارسة يوافقوا على ان يبقى فيه 5 بدل 3. الحقيقة لما بدأنا السيد كان ساعتها رئيس مجلس الادارة بنك القاهرة استاذ محمد بركات، وكان العضو المنتدب الاستاذ محمد زل، وعرض الطلب اللي انا طلبته من سيد رئيس الوزراء وقال ان لازم توافقوا. كان ساعتها شركة الرايح كحي موجودة في الممارسة، فقال احنا ما نبغى الا اللي جاء في كراسة الشروط.
حاولت افهمه ان ده المصلحة العامة، وكل ما كبر العدد يبقى فيه الفرصة جيدة للكل يعني، بدل ما كل يستبعد معايدة ثلاثة. قال لي والله ما نبغى الا اللي جه في كراسة الشروط. قلت خلاص، فتحوا المظاريف وكنت انا اعلى سعر، يليه التوركي، يليه شركة اماراتية. فعشان نكمل قالوا لازم الكل يصل ل 226.5 العرض اللي انا كنت مقدمه. التوركي وافق وانسحبت الشركه الاماراتيه. بقت اتنين بس اللي بيمارسوا، فانا حسيت ان انا قاب قوسين او ادنى ان شاء الله ان انا خلاص، لان انا كنت كمان بقول لك دارس الموقف كويس قوي، وكنت عارف الليمت اللي هصل لحد وهتوقف بعدها. يعني احساسك بالامان والطمانينه كنت مطمئن كان جدا، جاي منين؟ كان عندي يقين على ربنا ملوش حدود. اولا كنت عارف ان النقله الثانيه جايه. انا اقول لحضرتك برضو عشان الواحد ما يسيبش فرصه تضيع منه، انا عرضت على التورك ان احنا نشارك بعض مناصفه في المصنع. هنا بقى كان جالك الاحساس بالقلق، فمحتاج ان انت أنا مش عايز تسيطر على الموضوع. يعني ما كله لا يترك كله، وقلت اضمن ان انا اخد نص انتاجك واكبر الانتاج بتاعها، واخد نص الانتاج والتورك ياخد نص الانتاج. قال لي نبغى الاداره. قلت له يا اخي الفاضل انا مصري، انا مصري، ولما ادخل معاك شراكه وانا عارف الناس هنا وعارف المحاور كلها بالنسبه اللي هتعامل معاها، فما ينفعش ان انت تبقى انت رئيس مجلس الاداره. قال لي والله ما نبغى الا الاداره. قلت له خلاص تبقى ان شاء الله نمارس بعض. شاهدينا فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. بكم مشاهدينا، واهلا بيك معانا استاذ جمال الجرحي مره ثانيه. اهلا بيكم، وكل سنه وانتم طيبين ومشاهدين طيبين. انت عندك مليار مصري موجود في مصر وسطينا وعايش وبيشتغل في حجم البيزنس ده، ده ينطبق على جمال الجرحي لما دخل مناقصه السويس للصلب، ولا الموضوع عدى سهل وبسيط خالص؟ انا يعني انا اصلا نصوري ما بتعاملش الا ان ابقى واثق ان الخطوه خطوتي. فزي ما قلت لحضرتك ان انا درست الموقف كويس قوي، كنت عارف ايه الفلوس اللي معايا، عملت قرض من البنك للحدود او للي انا رسمته مسبقا للشركه تقييمها كام واخدها بكام، وايه المبلغ اللي انا ممكن اصرفه على التطوير كمان يعني. طبعا ف ما كانش فيه انا كنت واخد قرض من البنك 800 مليون جنيه. الاسهم تقريبا كانت بحوالي 336 مليون. طيب مش عايز اخرجك من اللي كنا واقفين عنده، انت كنت بتتكلم على انا مصري وراس المال مصري والاداره لازم تكون مصريه. مظبوط. وحصل الخلاف ما بينك وما بين اللي قدامك في المناقصه. لا هو مش خلاف، اختلاف وجهات نظر. اختلاف وجهات النظر. عملتوا ايه في الاختلاف ده؟ بدأنا المزايدة، وانا زي ما قلت لحضرتك السعر اللي انا قدمته 226.5 هو رفع على 225 عشان يقدر يكمل معايا الممارسة. بدأنا نمارس بعض
وعندي 235 هو طلب وقت مستقطع عشان يكلم الناس في السعودية. خد فترة حوالي 3 ساعة ورجع نكمل تاني عند 240 توقف وطلب وقت مستقطع. هنا الأستاذ محمد أزالب رفض ان يدي وقت مستقطع انتصار لأنا مصري. انا مش في دماغي، انا كل في دماغي ان انا اخد المصنع. في الوقت ده كان في خلاف ما بين المهندس رشيد والمهندس احمد عز، صح؟ انا سمعت الكلام ده بس استعان بيك علشان يحقق مصالح او ياخد مكاسب ضد احمد عز بان يكون ليه منافس في مصر. السويس للصلب كانت بالنسبه لك امل وطموح اتحقق ولا قنبله موقوته انفجرت ولسه لحد دلوقتي بتعاني منها؟ صحيح ان انت عندك قصه تانية وان بعد كل رحله الكفاح اللي كان فيها العزيمه والصبر والاصرار من حديد انت بعت السويس للصلب. صناعه الحديد صناعه استراتيجيه، صناعه كبيره. القطاع الدخيله بعد ما خدوا العز بقى هو قطاع واحد ومفيش منافس ليه، وكان عايز يوجد منافسه. وده طلب مشروع لوزير صناعه بيقود صناعه بلد. بعت المهندس رشيد قال لي احنا عايزين نعمل منظومه متكامله وتقريبا كان بعت للمهندس كمال بشاي في التوقيت ده الله يرحمه جميل بشاي عشان برضو يعملوا نفس المنظومة، وقال يبقى فيه 3 مصانع يبقى فيه تنافس والتنافسية دي هتبقى لصالح المستهلك. انا قلت له يا فندم انا مش هقدر، دي مش امكانياتي، انا امكانياتي ان انا خدت السويس الصلب وان انا حاطط في منظومتي ان انا اطور السويس الصلب. تمام. ده اللي انا هقدر عليه. قال لي معلش احنا هنقف معاك، احنا هنساعدك، في بنوك هتخش معاك، احنا في ظهرك. الحقيقة هربت شوية بس مش كتير يعني. وبرضو جابوني. فالمهم رحت قال لي يا جماعة ما تخافش، الناس لازم تكبر ولازم تشتغل، واللي يدخل مجال الصناعة لازم قلبه جامد وبتاع. وانت راجل وطني واثبتت ده وعندك هو دور والناس شايفه فيك امل. ما عنديش كمان خلاص خدت شحنه وجرعه الحماس اللي خلاص زادت الحديد صلابه. قلت له يا فندم انا يعني اشوف بس حد يدخل معايا. وده النقطه الجزئيه اللي كنا بنتكلم فيه بقى، ان بدات ادور على المستثمر الاجنبي. انا كان في ذلك عشان يحميك في بلدك؟ لا مش يحميني، لا مش يحميني، عشان انا إيه؟ زي ما قلت لحضرتك ما استثمار كبير. كنت بتدور عليه عشان الفلوس ولا عشان التأمين ان يكون في معاك شريك اجنبي فيتم النظرة ليه بشكل طيب مختلف؟ طيب خلينا بس عشان نكون منطقيين في الموضوع، استثمار ان انا اطور مصنع موجود ده يعني في قدراتي وفي قدرات الناس اللي انا كنت بعتمد عليهم في ذلك الوقت. انا كان معايا منظومة عمل كويسة وكان معايا ناس دكاترة من كلية هندسة وكان معايا ناس فنيين كويسين جدا، بس ان انا اعمل مصنع دي ار اي ومصنع صهر كبير كان محتاجه اولا امكانيات كبيره، ثانيا فريق عمل كبير. انا كنت بتعامل في ذلك الوقت مع رفيق الضو. رفيق الضو ده لبناني، ده رجل اعمال لبناني، رجل اعمال لبناني. اتفقنا معاه ودخل معايا شريك وبدانا نروح نقابل المهندس رشيد ونتفق على آلية التنفيذ. تمام. الحقيقة كان هم بيسهلون كل حاجة في ذلك الوقت. تمام. وخدنا الرخص وقدمنا على التراخيص وخدنا الرخص، مش خدنا الرخص، خدنا موافقة دفع المصاريف المعيارية للرخصة. تمام. ودفع المصاريف المعيارية للرخصة في ذلك الوقت وفقا للقانون ان لما ادفع المصاريف المعيارية بعد 30 يوم من دفعها اعتبر استحق الترخيص سواء خدته او ما خدتهوش، وفقا للقانون اعتبر ان انا معايا الترخيص. عدى الشهر وكنا بنروح نقول لهم ادونا الترخيص، حاضر الشهر اللي جاي حاضر، لحد جه لحد نهايه او بدايه 2008 والمهندس رشيد اعلن عن مزايده لرخص الحديد. بس خلينا نقول ان المواطن وقتها كان حاسس ان وزير الصناعه بيحميه.
ليه يتركه لناس بتاخد وقود مدعم من الدولة، ناس بتشتغل بخير البلد وعايزة تبيع منتجها بالسعر العالمي؟ خلينا برضو نتفق ان موضوع التراخيص غير موضوع منظومة فتح باب الاستيراد. تمام، انا اشرح لك دي واشرح لك دي. لما هو بعت لنا عشان ندخل في الممارسة بتاع التراخيص، قلنا له يا فندم احنا معانا، انا عارف وانتوا داخلين، لان انا عامل المزايدة دي لكل الناس الاجانب والعرب والمصريين، فانا عايز برضو الناس تحس ان في مستثمرين مصريين موجودين، بس انا انتوا معاكم الترخيص وفقا للقانون زي ما انت بتقول، وانا بوعدكم ان هو انتوا هتاخدوا الترخيص ببلاش، مش زي احنا ما فاكرين، ما انتوا فاكرين ان احنا هناخد منكم مقابل للترخيص. قلت له خلاص يا فندم. انا بالمناسبه مش هخرجك عن الموضوع، بس عايزه افهم يعني هو ليه رخص الحديد والاسمنت بملايين؟ ما هو ده السؤال، او هي دي بدايه الغلطه. انا لو عايز اعمل استثمار يبقى المفروض ان انا بفتح كل الكلام ده ببلاش، لان انا الكيان ده عندي في مصر سواء المصريين او الاجانب. لو الاجنبي جه عمل مصنع وما دفعش ولا مليم لا في رخصة ولا في اي حاجة تانية، بس عمل كيان، شغل عمال، شغل منظومة عمل، صدر البضاعة دي وجاب دولار لمصر، مين المستفيد؟ هي الدولة المستفيد الاول، هي الدولة. يا استاذ جمال، وقتها رجال الاعمال والصناعة ما كانوش بيفكروا في العمالة والمصانع، كانوا بيفكروا ان هم ينجوا بنفسهم خارج البلد ولو لفترة مؤقتة. انت منين كنت جايب الجرأة والصلابة دي كلها انك انت عايز تكمل استثمار في وقت الناس بتقول الحمد لله ان ما خدوش بالهم مني؟ ههرب من بلد اروح فين؟ بقول لحياتك كل رأس مالي موجود في شركة اتعملت، جايب قروض من بنوك، مش ههرب ولازم هواجه. فكان لزاما عليا ان انا اكمل لحد ما اشتغل عشان ارفع الهدك والعبء اللي موجود على الشركات عندي. خدنا الموافقه، جينا ننفذ ما عرفناش، اتلغت الموافقه، موافقه رئيس مجلس وزراء وموافقه مجلس وزراء، مش اي رئيس وزراء يعني، ده دكتور كمال الجنزوري بالظبط يعني. كده فالحقيقه اتلغت الموافقه، بدانا نجري المشوار تاني. دخلنا طبعا على الاخوان، ومش عايز اقول لك جريت مشوار كبير وعانيت معاناه شديده، وناس متلخبطين مفيش كوادر تقدر تتفاهم معاها عشان تشرح لها الابعاد. قامت ثورة 30 يونيو. قامت ثورة 30 يونيو والحسابات اختلفت. لسه محتاجين نسمع منك حاجات كتيرة، لسه محتاجين ان احنا نضعك على كرسي المسؤولية، لسه محتاجين نشوفك لو انت مسؤول في الدولة دي كل المعاناة اللي انت عانيتها هتكون حلول، هتكون قرارات. لو جمال الجرحي موجود على كرسي وزير الصناعة في العالم الافتراضي اللي احنا بنعمله في برنامجنا، خلينا نعرف منك هتعمل ايه لو انت مسؤول في الحلقة اللي جاية ان شاء الله. بشكرك على وجودك معنا، لان وقت حلقتنا انتهى. مشاهدينا انتظرونا مع الاستاذ جمال الجرحي وهو مسؤول بعد كل المعاناة اللي عناها من البيروقراطية اللي موجودة في الدولة، هل لما هيكون على كرسي المسؤولية، وهو بالفعل على كرسي المسؤولية لان هو مسؤول عن غرفة الصناعات المعدنية في مصر، خلينا نعرف هيتغير ولا هيفضل بنفس الحماس والإصرار. انتظرونا.